كاتبين صد يعني بالصحيفة المعنية صرح مصدر مسؤول غير موثوق، لأن صحيح. عارفين إحنا الخلفية يعني أو توقعات خبرة من خلال الخبرة. فيعني أجلتي طبعا موضوع كبير نرجع له. الآن هم يعني تقدر تقول فقدوا عقد المورد الأول وهو العقد الملياري، العقد العملاق ما إلى ذلك، وهذا بشكل رسمي خلال 6 شهور. هم أيضا ما في شفافية بالموضوع، شلون زين علمونا 6 شهور متى تبتدي عشان نعرف متى تنتهي. قالوا لنا بس خلال 6 شهور. زين أخاف بعد شهر وينتهي يعني بعد يوم الزمان هل من تاريخ الإعلان يعني هذا البعض يعني ما يلاحظ هالاشياء لكنها مهمه ومفصليه يعني واللي تحرك تقريبا السوق نعم وتحرك الوجه والدفع. نعم فاحنا نفترض يعني من تاريخ ترسيه نفترض من تاريخ ترسيه اعلان اجلتي عن هالموضوع وان ترسى على شركه يعني في مقرها في دبي ملاكها اردنيين وسعوديين ما الى ذلك يعني فلسنا منهم خلاص اي اعطوهم فتره انتقاليه. هم هذا زين صراحه يعني ان اجلتي هم تستفيد شركه كويتيه مساهمينها كويتيين يعني مشاكل ثانيه يعني شو نسوي. لكن بالنهايه يعني الاقتصاد الوطني يتاثر سلبا بتاثر اجلتي اكيد اكيد لانها يعني معظم يعني حتى مؤسسة التامينات مساهم رئيسي فيها اموال كل الكويتيين ايضا تتبعها 4 إلى 5 شركات صعودا وهبوطا يعني مشكله يعني فهناك 6 شهور فترة انتقالية ستجني أجلتي عوائدها. نتوقع أن سهم أجلتي تدريجيا يخسر من قيمته حتى نهاية 6 شهور كسهم. وين يوصل مثلا إذا عندك إذا أنا سألتك سؤال مفاجئ فبإمكانك ما ترد لكن والله شوف يعني يعني إحنا نتوقع على الأقل من يعني نص أرباح أجلتي كصافي ربح يجي من العقود الأمريكية على الأقل. على الأقل. فبالتالي لما نقول سعر السهم مثلاً أو ربحية السهم 150 فلس فنتوقع يعني ب 2012 لأن 2010 عفواً 2010 مرحلية مختلط فيها الأداء 2011 صافية يعني بدون عقود أمريكية. فتنخفض الربحية من 150 فلس إلى 75 فلس. تمام. فهذا يعني يعطينا حسب يعني المؤشرات العامة للسوق أن الآن هو 550 ربما يكون بين 300 ولا 400. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا المحاكمات جارية أو الاتهامات. صحيح. قائمة. هو أعتقد أمس كان هو آخر يوم حتى يحطون بالشروط الأمريكية. أي نعم. يعني. فيعني وهناك غرامات قاعد يتكلمون يعني من 600 مليون دولار إلى 700. إلى 700 ناس يقولون بالمليارات يعني ما صدر شيء رسمي. أكيد. طبعاً لابد المستثمر في أجلتي وفي سوق الكويت الأوراق المالية شركات تابعة لها يأخذ هذا بالاعتبار إنه. أكيد. فهذه يعني في غرامات ربما يعني ترتب على الشركة بحيث أن نعم تتكبدها الشركة تتكبد نعم. يعني لما نتكلم عن 750 مليون دولار هاي 200 مليون دينار طبعا الشركة كتحليل أساسي عندها ملاءة مالية تمام أكيد من ناحية قروضها منخفضة ايه؟ وسيولتها مرتفعة عارف شلون فما عندها مشكلة يعني احنا وجهة نظرنا المشكلة الكبرى هي توقف التعاقد مع الأمريكان. مع الأمريكان. المشكلة الأقل منها اللي هي الغرامة. هذه تنبلع بس هذيك ما تنبلع. يعني هذه صاحب هذه على غير قصدونها. يعني لكن يعني لكن أيضا السؤال يفرض نفسه الآن. هل انقطعت العلاقة أو ستنقطع بعد 6 شهور ما بين الأمريكان وأجلتي أم لا؟ يعني هذه ايضا غالبا صحيح. ستنقطع يعني شكلها كذي شكليه اي لكن ما في جزم عارف شلون ايضا خاصه لانهم يردون عليها ان اجرتي لها خبره كبيره طبعا 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 اي بس يعني يعني القضاء الامريكي يعني اكيد يعني ما اي يعني يعني اذا هم يعتبرونها يعني هاي قضيه مال عام يعني طبعا وبعدين في طبعا شق جنائي ترى ممكن تتطور الامور وهذا ما نتمنى احنا ما نتمنى طبعا ها انه يكون سجن مع سجن للمتورطين المتلاعبين نعم نعم طيب استاذي
نصيحتك للمستثمرين شو تقول لهم؟ والله يعني انا احطك بالصوره. نعم. لا شك امهاتنا ابهاتنا الله يطول بعمارهم، الموظفين الصغار اللي يبي شوي يعدل من وضعه المالي، كلهم داشين في السوق وكل ما يعرفون، في ناس ثقافتهم بسيطه عاديه. فبدورك انت كمتخصص ولك يعني هذا المركز، لابد ان لك يعني نظره في السوق، تخاف على يمكن اموال الغير كثر قبل لا تخاف على اموالك الشخصيه. فلذلك شنو نصيحتك لهذا للمتداولين؟ طبعا يعني الصغار قبل الكبار. طبعا احنا يعني شعبيتنا عند الصغار، لان الكبار يكرهونا ان شاء الله كلهم يحبون، بس للاسف ما راح نستغلها بالانتخابات ولا راحت عليك لا مني مستفيدين ولا منك. لا ان شاء الله موجود. الله يسلمك. على كل حال الله يعطيك الواحد على نيته. طبعا للاسف الشديد تكلمنا بهالندوه يعني الطيبه ان الوضع يعني ينقص الثقة، ينقص المصداقية، ينقص الشفافية، تنقص الحوكمة، الرقابة، العقاب، هذا كله سلبيات عانية. هذا يعني أن ما أقول طلعوا من السوق، على شو تقول؟ أقول اللي يعني عنده خبرة وكذا طبعا يفترض أنه يتعامل بحذر. تمام. عارف شلون؟ هذا رقم واحد. اثنين ان يعني وهذا الكلام موجه للجميع، ان طبعا لا تحط كل مدخراتك في سوق الكويت الاوراق الماليه، يعني حطها بادوات اخرى، يعني اذا مثل يعني اسواق واعده اخرى. يعني اللي الله منعم علي يعني يحطها بنايه صغيره كبيره حسب يعني يدخل العقار هي هي يعني. والشيء اللي نشدد عليه وهو يعني نعتقد في جرعة مخاطرة كبيرة، اللي هو الاقتراض وشراء الأسهم. وشراء الأسهم الآن مو وقت هالشيء، هذا مو وقت الشيء هذا اطلاقا. ما الناس يعني صحيح. كثير من الناس تقول ان الحين الوقت السوق طايح، فالحين لا لا لا, 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 لا. عارف شلون؟ هو طبعا السوق طايح يعني لأسباب موضوعية. وترى السوق يعني لعلمك ان حسب لليوم هو والسوق السعودي بالمؤشر الوزني الكويتي مو السعري. نعم. هم متنافسين في الأداء تقريبا 12% من بداية السنة، السعري 7% 6%، فأداء ممتاز يعني. طيب. يعني والله الحمد يعني مثل صفقة زين، مثل انتعاش وضع البنوك، مثل صفقة تمدين الأهلي المتحد كذا، هذه محركات إيجابية فعلية يعني انهضت بالسوق إلى المستوى الحالي اللي هو جيد. لكن يعني طامة كبرى الوضع الحالي اللي هو الإداري أكثر شيء. إداري يعني هذه مشكلتنا إداريا في السوق. إداريا رقابيا. أستاذ ناصر النصفيسي المدير العام لمركز الجمال الاستشارات الاقتصادية، احنا شاكرين لك وزدتني شرف صراحة في مقابلتك. احنا صار لنا يمكن كم سنة ما تقابلنا، آخر مرة كنا بالتلفزيون آخر كنا نعم يعني مقابلك. نعم نعم. لكن إن شاء الله لقاءاتنا تتجدد معك بإذن الله. وضيفناك ولا ما ضيفناك؟ لا ما قصروا الجماعة، ما قصروا. إيه. يلا احنا إن شاء الله نشوفكم، كنا بعد هذا الفاصل راح نتجه إلى المطبخ مع الشباب، لكن تابعوا معنا باقي فقرات صباح الوطن.